الحملة العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني التحرير موعدنا تحرز انتصارات كبيرة على مستوى كافة الجبهات، وأصبح الجيش الوطني أكثر جاهزية وقدرة لاستهداف الانقلابيين في أماكن تواجدهم. كما يؤكد العميد محمد الجرادي قائد اللواء 81 احتياط، والذي انضم إليه المئات من الجنود والضباط من عدة ألوية كانت تابعة للمخلوع صالح وميليشيات الحوثي. المنضمين إلى الشرعية الدستورية والوطنية جاءوا من مختلف المناطق والمحافظات اليمنية، أبين، لاحج، الضالع أيضا، ومن المحافظات الشمالية ومن شبوة أيضا. قبل قليل وقبل وصولكم جاءوني مجموعة كبيرة جدا من شبوة، وطبعا يريدوا الانضمام إلى الشرعية وينضموا أيضا إلى صفوف مقاتلي الشرعية. قياديون عسكريون يؤكدون أن الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني تتوالى يوما بعد آخر في جبهات مختلفة، وأصبحت تدك مواقع الانقلابيين والمخلوع في مشارف صنعاء، حيث سيطر الجيش الوطني المسنود بقوات التحالف على جبل بني حريم وجبل الحمرة، وهي تتقدم في اتجاه نقيل بني غيلان بعد سقوط قرية محلي بيد الجيش الوطني. وأصبح مفرق أرحب في متناول نيران الجيش الوطني ومدافعه تقصف معسكر الصمع ودهرة والخرافي. أعتقد أن اليمنيين بعد أن يأسوا من مسألة الحوار مع القوى الانقلابية مع تحالف الشرع الحوثي عفاش، بدأت تتخذ قرارات الحسم، والحسم الآن في طريقه، وأيضا الجيش الوطني بدأ يزحف على صنعاء ووصل إلى مشارف نقيل بن غيلان، ووصلت مدافع الجيش الوطني إلى بني حشيش وإلى نقوم وإلى براش، ووصل مدافع الجيش الوطني و صواريخ الجيش الوطني إلى معسكرة القوى الإنقلابية في أرحب والصمع والحتارش وصرف. ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قبل انتحارها من المواقع التي طردت منها زرعت ألغاما كبيرة في مختلف الجبهات. ويأتي انضمام القبائل المتاخمة للعاصمة صنعاء إلى الجيش الوطني ورفضها للانقلابيين يعطي ذلك زخما كبيرا للجيش لمواصلته لتحقيق أهدافه وتحرير العاصمة المخطوفة. مراقبون يرون أن الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني المسنود بقوات التحالف العربي وسيطرته على مواقع جديدة يدل على أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح تتهاوى في جبهات مختلفة وباتت مهزومة لا محالة. عبد الفتاح غلاب، الإخبارية، مأرب.